على كثر ما وحشكم الرسم في الإضاءة، أنا بعد وحشني. تعالوا خلنا نرسم في الإضاءة الحمراء. وشي بقسم الألوان للفاتحة والغامقة والمتوسطة. ببدي بألوان عشوائية، باخذ لونين غامقين، لون متوسط ولون فاتح. بحط الألوان دايركت على الكانفاس من الأغمق للأفتح. الحين بفرشاة كبيرة ببدي أدمجهم على الكانفاس. باخذ أبيض برسم غيوم عشوائية بهالشكل، بحاول أخفف الأبيض ولون بحركة دائرية كذي. باخذ الحين لون غامق، لون فاتح ولون افتح، بسوي بهم رينبو. الحين باخذ اسود بسوي باشكال عشوائيه كذي، احط نقاط على اللاينات الصور اللي سويتها، بقط نجوم. هو على اللوحه او الرسمه احس ناسب تكون الوان فاتحه. 1 2 اوكي، الرسمه حلوه، الفكره غريبه، بس يا جماعه الالوان كلش مو متناسقه. كتبوا لي ايش رايكم في اللوحه وشنو تحبون اكثر، منظر طبيعي لو اشياء غريبه كذي.